بحبك. نونا بنت. لا يا شيخ فريد شوقي يا شيخ. لكن بعد بقي معنا فريد شوقي. حمدي الوزير. بين خلونا الصوره بليز شوي. انت عايز انا اقول فتح احلام مين يعني؟ حمدي متحرش السينما. حمدي يا حرام ده الدور اللي ظلمه بقى. حمدي ده انت تعرفي ان البصه دي إيه؟ ما كانش باصصها ليلى علوي؟ شفتي بقى الناس ظلمينه ازاي؟ ايه بص لمين؟ انا بحييه على فكره. إيه؟ البصه دي اللي هي الناس ماسكه عنها بصه كان باصصها لاخوها مش فاكره اسمه اللي كان بيصارع بيوسف ما كانتش ليه والناس ظلمينه بيها. ما ظلموه. طيب فريد شوقي ومع ما فريد شوقي وهاني شاكر فتى احلامي يعني عم نشوف الصوره الاقرب لاثنين ايام المراهقه تختاري بين مين فريد شوقي بين الاثنين لسه فريد شوقي استاذ هاني رومانسي جدا جدا وعاطفي جدا وانسان حساس وهو انسان جميل انت ما بتحب الرومانسي انا ما بحبش الراجل الرومانسي زياده عن اللزوم وهو في حياته كده حد طيوب كده وعارفه انت يعني هو كده يعني بيغني من قلبه بجد عشان الحاجات دي بيحسها طيب. صوره ما قبل حد شبه اللي في بالي خالص شحات مبروك وفريد شوقي لا طبعا فريد شوقي فريد شوقي ما بحبش برضو انت بتكلميني على كاركتر على فكره مش الاشخاص انت الكاركتر الكاركتر عشان بس تبقي فاهمه يعني كاركتر الشحات مبروك اللي احنا ما بتحب الرجل اللي عنده عضلات وبادي بيلدينج احمد عز فريد شوقي ما بحبش الراجل حلو والله فريد شوقي امور يعني حلو يعني شكله حلو بحب فريد شوقي اختيارك صعب فريد شوقي صعب عليا بقى ايه صلاح طبعا صلاح طبعا فينا طلبت منه الجواز يعني بعد كل هالتجارب سقط فريد شوقي الملك ما يسقطش سقط باختياراتك بس صلاح طبعا صلاح لا انت بتكلميني على المراهقه يعني وانا في مراهقه اختار مين اكيد اختار يعني صلاح ده حلم كل فتاه يعني الشخصيه يعني. اللي بتعجبك هي هيدا الشكل صلاح هيدا الشكل لا مش الشيب انا الشخصيه طيب وش الشيب الشيب بصي انا انا صلاح انا شايفاه ابو تريكه الناس ممكن تختلف على ابو تريكه مواقفه السياسيه، انا ماليش علاقه بمواقف ابو تريكه السياسي، انا اكلمك على ابو تريكه الانسان. انا ابو تريكه فرحنا كتير. وبني ادم كده من جواه طيوب. كيف بتحب الشكل انت؟ بحب اللي مقصر شعره. شعره قصير رجل؟ اوصف لك اسمه. شعر قصير؟ شعره قصير طبعا. يعني قصر طويل قصير معتدل طويل عشان طويل شعره قصير وطويل وبيحلق دقنه على طول. بس ومالوش شنب؟ لا بلا شنب هو اسمراني بدي اقول لك شكرا كثير على هاللقاء، بس سؤال قبل ما نختم العنوان قطع الرجاله ظالمين فيه الرجاله ولا برايك لا ما نقدرش نعيش من غيرهم او من غير وجودهم بحياتنا؟ انت عايزه الحق يعني؟ حق الرجاله بيبصوا لي ازاي؟ طبعا كله ناطرك لا الراجل يقدر يستغنى عن الست ولا الست تقدر سيبك من الست اللي تقول لك انا كده عايشه حياتي زي الفل من غير راجل في حياتي. والراجل لفتره معينه بتبقى محتاجه لبقى. لكن على طول لا، والراجل نفس الحكايه. الراجل ما يقدرش يعيش من غير الست. بس في راجل يطول عمره وفي ست تطول عمره وفي العكس. في ست تقصف عمر الراجل بدري بدري. اني انت اللي تقصف واللي يقصف عمر المره تقولي له ايه؟ الله يقصف عمرك. لا امال ايه؟ تقولي لي ايه؟ قطع الرجاله. قطع يا اختي يا اختي يا اختي قطع قوليها تاني قطعوا الرجاله قطعوا 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 100 قطعه